أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم بعمل فيديوهات عن الأبراج، يلا بينا نشوف توقعات النهاردة. توقعات برج الجدي 13 أغسطس آب 2021. توقعات مواليد 22 ديسمبر إلى 31 ديسمبر. يتنبأ باقتراب وقوع مشاكل غير متوقعة وتحفيزك على حلها. أصعب من المعتاد، فلا تيأس وأعثر على بدائل. تسأل أيضا إلى أي درجة ستؤثر تلك المشاكل السلبية عليك شخصيا. من الأفضل الانتظار والسماح بأن تجد المشاكل طريقها إلى الحل بمفردها. توقعات العلامة الثانية مواليد 1 يناير إلى 10 يناير. لأول مرة خانتك الأنماط السلوكية الاعتيادية الخاصة بك ووضعتك في مواقف حرجة. استراتيجية الحلول التي تنتهجها في المعتاد لا تحسن من الأمور، مهما حاولت مرارا وتكرارا كنوع من التغيير. حاول التخلي عن تلك الأنماط الاعتيادية واتخذ منهجا جديدا. القيام بتغيير حاسم سيكون المخرج للمواقف والمشاكل المستعصية. توقعات العلامة الثالثة مواليد 11 يناير إلى 19 يناير. هناك تنبؤ بقدوم فترة اختبار هامة، فتعامل معها بتفاؤل وثق في إمكانياتك الذاتية. لا تتأثر بآراء الآخرين ولا تجعلها تحدك عن معتقداتك، وبدلا من ذلك استخدم هذه المواجهة لإيجاد ما يدعم الحجج المؤيدة لمواقفك. قد تكتشف فرصة أو فرصتين لتحسين الأمور. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنيين ايه؟ اضغطوا على زر الاشتراك او السبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم ومعاكم.